أهلا، يسرني أن أقدم لكم مشروعنا My Savior، وهو عبارة عن تطبيق يهدف إلى إنشاء حلقة وصل بين جهات الطوارئ والأفراد من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في حالات الطوارئ، من خلال تحويل لغة الإشارة التي ستستعملها هذه الفئة والتي تعتبر هي لغتهم الأم إلى نصوص مقروءة تستطيع جهات الطوارئ فهمها بسرعة والاستجابة بشكل فوري وفعال. يعتمد تحويل لغة الإشارة في هذا التطبيق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، تحديداً المشين ليرنينج أند الإيمج ريكوجنيشن. آلية عمل التطبيق، عندنا واجهتين، موفر في هذا التطبيق واجهتين، واجهة للمستخدم وواجهة لجهات الطوارئ. في واجهة المستخدم نوفر ميزتين، الأولى هي إنشاء فيديو كول في حالات الطوارئ مع جهات الطوارئ من خلال اختيار الجهة المختصة التي يود الشخص التواصل معها، سواء من الأطفاء أو الإسعاف، ثم ينشئ الفيديو كول ويتم تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ترسل لهذه الجهات. أما الميزة الثانية هي إتاحة للمستخدمين إضافة أشخاص من أفراد العائلة لتلقيهم إشعار أو تنبيه، وهي عبارة عن رسالة نصية تشعرهم أن الشخص يمر بحالة طوارئ. طبعا ينشئ هذه الرسالة النصية في نفس اللحظة التي ينشئ فيها الشخص مكالمة فيديو مع جهات الطوارئ. في الختام، يهدف تطبيقنا My Savior إلى دمج هذه الفئة العزيزة في المجتمع وتمكينهم من التفاعل بثقة وأمان في الأوقات الأزمات. نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تكون جسراً يربط بيننا ويساهم في بناء مجتمع متكامل ومتماسك.